حيوانات فوجئنا بالمعلمة عسلية. كل سنة وانت طيبة يا معلمة. كنت طيب يا استاذ ابراهيم، عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. طبعا انا شايف محبين كتير وبتسلمي، يعني اشهر معلمة في سيدة عيشة، وبرضه ليكي محبين في حديقة الحيوان في كل الدنيا، ما خلوهم بيجوا من السعودية ومن لبنان، من كل الدنيا، حتى فلسطين بيجي منها ناس والعريش. انا مش عارف حتى، يعني كل ما اجي اقول لك طب تعالي نصور، مش لاحقين على التصوير، كلهم حب الناس، اطفال بسيدات كله يعني معلم عسلية. الحمد لله حب الناس كنز لا يفنى، وانا بحبهم قد ما هم بيحبوني. طب طبعا يعني قول لنا بقى، تعال قول لنا بقى معلمه بقى، يعني انت النهارده نزلتي مع احفادك واولادك ومحبينك؟ طبعا والله والله اتحلو عليا عشان انزل يا استاذ ابراهيم، نزلت بالعافيه بصراحه، لان انا ما بحبش الخروج كتير، انا مش بحب الخروج كتير ولا اي حاجه، بس الحمد لله نزلت عشان افرح معاهم وهم يفرحوا معايا. وطبعا انا ما نزلتش لاحفادي بس اللي هم يفرحوا معايا، انا نزلت طبعا لحبايبي الصغيرين اللي هم متابعيني والكبار، صح ولا كلامي غلط؟ اللي انا فرحت معاهم وهم فرحوا معايا، اللي انا بحب، صح اللي هم بيحبوني طبعا لما شافوني، وكله بيتصور معايا، يعني جبت لهم البهجه بس حاجات بسيطه كده، شيء فرحني طبعا، اللي كل الدنيا من اطفال لشباب لعيال لكبار، كلهم بيحبوني وبيتصوروا معايا، طبعا ده شيء يفرحني، وطبعا انا فرحانه قوي بيهم. ودوت اسعد يوم في حياتي، مش بالعيد، واول مره اقضي عيد جميل كده والله. كل سنه وانت طيبه. قول لنا بقى على، قول لنا بقى يعني احساسك ايه وزورتي ايه بقى في حديقه الحيوان؟ والله انا عماله يا جماعه اتفرج على كل حاجه حلوه، فبقالي 20 سنه ما جيتهاش، فنزلت اللي انا اتفسح اهوت، اتفرجت على الاسد، وعايز اخش بيت اللي هو التعابين دوت، وبيت الرعب برضه نخش، بس خايفين في حاجه بيت الرعب. المعلمه عسليه تخش تلعب الضباع؟ ده لاعبها طبعا، لو في حاجه تخوف ولا ايه؟ والاسد كمان لو طال. معلمه عسليه؟ طبعا. ما بتخافيش من الضباع؟ من اي حاجه. طب ملك الغابه؟ مفيش حاجه بتخوف خالص يا بنات، ما بخافش. ربنا يكون طيب. الواحد يخاف من حاجه واحده بس، هي اللي تخوف البني ادم، طلعت البني ادم على البني ادم فقط لا غير، امال اي حاجه تانية ما بتخوفش خالص، وطلعت الشاب على الشاب بس، امال ما فيش حاجه. دينا بنتفرج، وطبعا جنينتنا جميله، واحلى حاجه عندنا في مصر، عشان نقول للدنيا كلها يجوا يتفسحوا عندنا، من السياحه ومن الدنيا بحالها يجوا يتفسحوا عندنا، دي مصر ام الدنيا طبعا. طب احنا هنسيبك شويه كده يعني تتصوري وهنكمل معاكي. ماشي انا مع حضرتك، انا ماشي، يلا يلا. كل سنه طيب. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا يعني بيحبوا يعني يتصوروا معاها. اوعى اوعى عمار، عايز يتكلم عليك يا معلمة عسلية. يلا عمار، عمار ادينا بوسه، بوسه يلا. الله جميلة، جميلة. يا معلمة عسلية، طب احنا معلش هنكمل معاكي بقية الحديث، عايزين بس نعرف انت قضيتي بقى العيد ازاي اول يوم، وايه بقى الاكل انت جبتيه معاكي؟ اول جبت كحك وبسكويت وجبنة فسيخ وجبنة رنجة، فاهمني انت ازاي كل حاجة حلوة عملناها. قضيتي بقى العيد، يعني انت اول يوم قضيتي العيد فين؟ بصراحة زي اي واحدة في البيت بتعمل حاجتها، وبحضر الكحك والبسكويت والحاجة. والنهارده بقى جبت بقى ايه طبيعه الاكل بقى معاك؟ طيب جبنا برضو فسيخ زي ما المصريين، ورنجه، وجبت العيال رنجه، وجبت دوت، كل واحد بقى حاجاته بقى جبتها له عشان ناكل، صح؟ هسيبك برضو تصور معانا. نقول ايه؟ تحيا مصر. طب اللي بيحب عسلية يقول تحيا مصر. تحيا مصر. اللي بيحب عسل السمع، اللي بيحب عسلية يقول تحيا ايه؟ يا مصر. يا قمر. كل سنة وانتم طيبين، وبحيي اهل مصر. معلمة عسلية. بنت عازم. معلمة عسلية. يلا لتيتا، يلا لتيتا. حبيبي يلا حبيبي. صوري. كل سنة وانت طيب، وتعود عليكم السنة بخير يا أستاذ إبراهيم، وأنا بمسي وبسلم على أهل مصر كلهم في جميع العالم كله، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، واللي هو بيشوفني واللي معهوش رقمي واللي سلم على
عليا واللي اتصل عليا واللي بيحاول يجيب رقمي، وكل مصر بسلم عليها، اهل السعوديه بسلم عليهم، اهل قطر، الامارات، كل الدنيا بسلم عليها، لبنان بسلم عليها، كل الدنيا بسلم عليها، العريش بسلم على اهل العريش كلهم، اهل مصر كلهم، واستاذ هاني حبيبي ابني بصراحه. قول لنا بقى انت بقى النهارده هتقضي اليوم، هتمشي امتى؟ على اخر النهار بقى. على اخر النهار؟ اه طبعا. طب بالنسبه بقى لاهلك اقاربك بقى؟ اه موجودين والله، دخلوا بيت الرعب والحتة دي العيال، وبعدين سايباهم مش عارفه بصراحه، وشيماء وكلهم معايا. هتبقى بنوتك بقى معاهم؟ لا لا لا. طبعا المعلمه عسليه طبعا يعني منورانا في حديقه الحيوان، ومش عارفين طبعا نقول ايه من محبينها. انا فاتحه قناه بالله عليك وعايزه اصور معايا. يلا يا ميرو. شكرا مستمعين اليوم السابع، كل سنه وانتم طيبين. استاذ عبدو معانا. طبعا زي ما انتم شايفين يعني المعلمه عسليه مش عارفه تقعد حتى مع الاسره، محبينها كتير، وزي ما انتم شايفين الاطفال كمان بيحبوها، بيتصوروا معاها. شكرا مستمعين اليوم السابع، وكل سنه وانتم طيبين. اللي يحب بقى من المعلمه عسليه يقول ايه؟ هي زي العسل منورانا. اللي بيحب بقى كل سنه وهي طيبه حبايبي. اللي بيحب ايه عسليه يقول ايه؟ اللي بيحب عسليه يلا يا علي صور بقى، يلا يا بيه. اللي بيحب عسليه يقول تحيا مصر. تحيا مصر. اللي بيحب عسليه يقول تحيا مصر. اللي هي مصر دي، مصر دي بلدنا اللي احنا مش هنعرف نطلع منها. مصر مش هنعرف نطلع الخارج ولا بنروح ولا بنيجي، احنا على قدينا في مصر. لما احنا نتكلم يبقى بنتكلم على قد مصر، اللي هي مش هنعرف نسافر اي البلاد التانيه الا هي مصر بس. فلما احنا نقول مصر بنتكلم ونقول تحيا مصر عشان مصر بلدنا. في اللي بيقدر يسافروا بره، في اللي بيلف الدنيا، في اللي بيلف العالم، احنا مش هنقدر نروح اي حته. فلما بنتكلم بنقول تحيا مصر عشان ايه؟ هي مصر دي ام الدنيا، بلد العالم، بلد التاريخ، بلد الحضاره، هي مصر. بمس عليكم وبحيي اليوم السابع ورئيس القناه اليوم السابع، وبحييك يا محمد يا فتحي، وبحيي اي حد في اليوم السابع. كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا بنشكر المعلمه عسليه طبعا، من يعني بتحب ما بتنساش طبعا زمايلنا واصدقائنا وكل يعني هي يعني مش عارف اقول ايه يعني. انا بحب محمد فتحي صراحه، عشان يعتبر ابني محمد فوق الدنيا كلها. يا محمد يا فتحي انا بحبك، واول ما سجلت ولا قعدت معاه انا قعدت معاك يا محمد، وانت ابني بكن لك الاحترام، وانت حد اللي انا بحبه من قلبي طبعا، وبمسي على كل الدنيا. ومحمد طبعا ده حبيبي ويعتبر ابني، ويعني لما نقول برضه نقول اليوم السابع احلى قناه واحلى كل حاجه حلوه بتقدم للناس، كل جديد وكل حاجه حلوه يا معلمه. كل سنه وانت طيبه، واسيبك بقى مع محبينك. كل سنه وانت طيب يا استاذ ابراهيم، وطول عليك الله يا مصر حبيبي. صوروا بقى، يلا بقى صوروا بقى.